لو اخترنا حد في الفريق ممكن تقول ان انت ده اكتر حد استفدت منه، او اكتر حد قالك مثلا حاجة اثرت فيك او اثرت في مستوى لعبك؟ هو بصراحة انا لما طلعت، انا طلعت مع كذا حد، فشبه اللعيبة كلها كانت بتحاول تساعدنا، يعني شبه اللعيبة كلها كانت بتتكلم معانا. لكن الفترة اللي انا اتحطيت فيها وانا موجود وانا بلعب دي، بصراحة يعني انا بشكر قفشة جدا، قفشة ومحمود كهربا، ولا ساعدوني كتير، وقفشة بالذات كان بيتكلم معايا كتير جدا، فانا بشكره جدا بصراحه. يعني من اكتر اللعيبه كانت بتتكلم معايا هو محمود كهربا في النقطه دي، فكانوا بيساعدوني كتير جدا قبل الماتش وبعد الماتش، كانوا بيتكلموا معايا في كل حاجه بصراحه. يعني طيب مين اول حد ادالك نصيحه اول ما تصعدت الفريق الاول؟ اول حد كان كابتن سامي قمصان، كابتن سامي قمصان وبرده كهربا. يعني كهربا كنت في نص الملعب كده، ودي حاجه انا حطيتها في دماغي ان شاء الله هتحصل باذن الله. قال لي انت عشان اشول فمختلف، فقليل اول لما تلاقي فيندر رقم 6 و8 اشول، فقال لي باذن الله ان انت هتكون في السنين الجايه دي هتكون من احسن لعيبه في مصر. كابتن سامي مصن ده بالنسبه لي ده جندي مجهول هنا، يعني قليل اول لما تلاقي حد محترم وشاطر جدا ومحبوب. كابتن سامي مصن بيساعد كل الناس هنا، من لعيبه كبيره لعيبه صغيره، كلنا لما بنطلع بيساعدنا. وهو على فكره من الاسباب ان انا العب باك ليفت، فانا بشكره جدا بصراحه، انا بعتبره زي والدي. طيب ده على مستوى اللعيبه والمدربين، اول بقى ما تصعدت عامه للفريق الاول رد فعل صحابك وعيلتك ويعني كل الناس اصلا القريبه منك؟ هو حته صحابي ده، انا مش ماليش صحاب كتير، لكن ليا شويه كده بقعد معاهم قريبين مني جدا من وانا في الناشئين دايما. حتى وانا قابلت شويه صعوبات في الحته دي وانا صغير، لان انا كنت بطلع بره السكور، واهلي منطقتي اللي هو انت ايه ما بتلعبش ليه، الحاجات دي كانت بتحط عليا شويه ضغوط كده. لكن الحمد لله يعني كنت دايما ببقى متضايق، لكن ببقى دايما حاطط دافع ليا لازم العب. انا ليه ما بلعبش؟ كنت دايما بفكر في ليه ما بلعبش دي. فالحمد لله ربنا كرمني، وانا مش عايز اقول لك دلوقتي هم يعني مبسوطين بيا ازاي، وده حاجه دي حاجه حطت عليا ضغط اكتر ودافع اكتر ان انا دايما اخليهم مبسوطين، لان هم ناس تستاهل كل خير بصراحه. اصحابي ناس محترمه، وانا بحبهم جدا وقريب منهم جدا يعني، فانا بشكرهم وان شاء الله اكون عندي حسن ظنهم يعني الفتره الجايه. اهلك بقى اتكلموا معاك ازاي اول ما انت انضميت للفريق الاول؟ انا عيلتي كلها اهلاويه، فدي بالنسبه لهم بقى كانت حاجه اكبر، يعني ان احنا اصلا كلنا وانا منهم وانا صغير بنشجع النادي، بنروح الاستاد، بنروح المدرج، ففكره ان انت ابنهم موجود في الملعب كمان مع النادي اللي بتشجعه، فدي كانت حاجه كويسه ليهم جدا. وانا انا انا قريب من اهلي قوي يعني جدا فوق ما تتخيل، يعني انا قريب من اهلي قوي دايما، بحاول اسعى ان انا ابسطهم وبس. يعني انا ما ببقاش عايز حاجه من الدنيا ان انا غير ان انا ابسط اهلي مبسوطين كده انا هبقى مبسوط. فانا مبسوط ان انا يعني الفتره اللي فاتت دي كنت عند حسن ظنهم، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اكون اكتر بكتير باذن الله، وربنا يخليهم ليا ان شاء الله.